سوى أفضل لو متأقلمين وكل فئة منعزلة عن الأخرى، بلد فيدرالي يعطي خصوصية أوسع، سنة للكرد للشيعة وحتى باقي الأديان المكونات وفق السياق الدستوري اللي بالمقابل ترفض هواية شخصيات وجهات سياسية. مهم تطبيق هذا الأمر مو هين ولا سهل ولا بالحشي ولا بالسوالف، لأن مشوار الإقليم بمطبات هواية يمشي عدل. وأبسط مثال على كلام هسه حتى إذا بعد ما صار ما يعيشه اليوم إقليم كردستان اللي دا يشعر أن زمن الديمقراطية انتهى والفيدرالية انتهى ورجعنا إلى حكم المركزية، وهذا اللي يستشعر أيضا البارتي أحد أهم الأحزاب في كردستان والعراق، واللي صار يلوح بالانسحاب من العملية السياسية وانتخابات الإقليم بسبب ضغوط المحكمة الاتحادية. كيف حيكون إذا حال السنة إذا ما رحوا للإقليم؟ بالأساس هم متفقين على هواي ملفات، أبرز رئاسة البرلمان وإدارة المحافظات اللي فازوا بها، وملفات عديدة وكلها شائكة وبها تبعات هسه داخلية وخارجية أمريكية وأوروبية وإيرانية أيضا، اللي ممكن أن تعطل هواي معادلات قبل ما تتبناها عراقية السياسات.